الو. ايوه ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله طبعا. انا مبسوطه جدا ان انا قدرت اوصل لحضرتك. ربنا يخليك يا رب. وانا سعيد ان حضرتك معايا على الهوا. اتعرف بيكي؟ ايه ينفع ما اقولش؟ وينفع جدا ما تقوليش. طب كام سنه؟ 23. مرتبطه؟ يعتبر. يعتبر. طيب اتفضلي تحت امرك. حلقتنا النهارده حلقه مفتوحه، يعني كل اللي انت عايزه تقوليه انا تحت امرك اسمعه. اتفضلي. انا مرتبطه بشخص ليا معايا تقريبا 13 سنه مثلا. قلت لي عندك كام سنه؟ 23. ازاي يعني بداتي وانت عندك 10 سنين؟ طب كملي اتفضلي. بس هو انا كل مشكلتي معاه ان هو مش عارف ياخد خطوه جد مع اهله. قالوا مش موافقين تقريبا عليا. هو شخص كويس خالص، مش عارفه ابعد عنه، مش عارفه اسيبه. كل ما بحاول اني ابعده كده برجع تاني. بس هو كل الوقت ديت وكل الفتره ديت مش عارف ياخد خطوه مع اهله، وانا في نفس الوقت اهلي هنا طبعا بيجي لي ناس وناس كويسه. هو عنده كام سنه؟ حاليا 28. 28 سنة ومش عارف ياخد خطوة مع أهله؟ لا. 28 سنة وعرفك وهو عنده 18 سنة وأنت عندك 10 سنين؟ وأصلاً كنا معلش سوري 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 معلش سوري. أنا لما كان عندي 18 سنة كنت باخد حد عنده 10 سنين أخده أشتري له آيس كريم. أنا مش بهزر، بتكلم جد. تعالى يا حبيبي أجيب لك آيس كريم. يا ممكن بيجيب لي مصاصة؟ كان بيقول لي كان بيجيب. ينفع بقى أنا أعمل علاقة مع حد بجيب له مصاصة يعني وأنا عندي 18 سنة زي الشحط كده وطوله عرض وشنبي خاطط في وشي؟ تمام. يعني احنا فضلنا فترة صحاب صحاب ايه؟ حتى ما ينفعش صاحبك وانا عندي 18 سنة وانت عندك 10. ممكن اصاحبك وانت عندك 18 وانا 28 وابقى بقى عايز اروش، انما 10 سنين حضرتك كانت حواجبك لازقة في بعض. 10 سنين حضرتك كان طالع لك شنب. معلش ما تزعليش مني، طفلة 10 سنين في مرحلة المراهقة دي بيبقى شكلها وحش جدا. يعني طفلة طالعة يعني في احبها ازاي؟ انا عندي 18 سنة، شاب عدى مرحلة المراهقة فاضل له فرك الكعب ويخش في سن الرشد، يحب بنت عندها 10 سنين ومتخيلة النهاردة انه يقدر ياخد موقف مع اهله ولا هيعرف يعمل حاجة مع اهله؟ وبعدين طيب احكي لي، معلش ما تزعليش مني. لا اكيد مش فاهمة. انا اصلا بتصل عشان اخد رأي حضرتك طبعا. اتفضلي. بس وطبعا هو سايب البيت لاهله ليه فترة، ومع ذلك برضه هم ما تأثروش ولا أي اندهش يعني ولا أي حاجة خالص. سايب البيت وقعد فين؟ ايه عند بيت جدته. يعني مش سايب البيت قوي برضه، يعني سايب بيت ماما الحنينة رايح لها عند اللي أحن منها تيتا. بس هم قالوا مش حنينين عليها. بس تيتا حنينة. ما مش بيقول لك أعز الولد ولد الولد؟ أكيد. يعني أنا سايب الحنية كلها رايح لإمبراطورية الحنية عند تيتا. كل يا حبيبي أفتلك يا روحي، طب أسقيلك يا بابا، طب غطي ظهرك كويس وانت نايم، الكلام اللطيف بتاع تيتا ده. يعني مش خاسس عليه حاجة. وبعدين طيب يا بنت الناس؟ ما أنا عايز أعرف. وبعدين أنا عايز أعرف أنا أعمل. أهله رافضينك ليه؟ معترضين عليك ليه؟ مش علشان سبب معين، بس اللي هم يعني تقريبا هم مش تقريبا هم ماديا اعلى مننا، فهم بيدوروا له بقى على واحده في نفس مستواه المادي. لا، وهم ممكن يكونوا متخيلين مثلا انك شبطانه في طمعنا في فلوسه. خالص، انا اصلا يعني سبته كذا مره وانا يعني بعدت عنه قبل كده سنتين وهو اللي رجع. ايوه هم ده الكلام ده بينك وبينه، بس اهله متخيلين انك شبطانه فيه علشان فلوسه، طمعنا في قرشين من هو واد مستريح ماديا يعني. طيب ما لما بس انا برضو يعني اهلي مش قليلين يعني كمستوى اجتماعي احنا كويسين جدا وما في ناس حاجة وحشة، بالعكس يعني انا بيجي لي ناس مستويات كويسة جدا وديت اللي يعني يعتبر اهل اهلي في البيت عليا يعني ان انا بيجي لي ناس كويسة جدا وان انا مش بوافق. طيب بص يا بنت الناس، ده مش هيتجوزك ولا هيخلص ولا هيعرف ياخد خطوة، لان هو لو قادر ياخد خطوة كان خدها. ده واحد عنده 28 سنة يعني المفروض متخرج وبيشتغل وبيكون نفسه وليه كلمة وليه كيان وبيرسم مستقبله وبيخطط لمستقبله وبيقول لابوه انا عايز اتجوز دي والدنيا تمشي كده. بما ان بابا وماما قارصين عليه وهو مش قادر ياخد معهم كلامه، بس كل اللي عمله انتقمص وراح قعد عند تيتا، ده مش هيتجوزك يا بنت الناس.
طيب هو قال لي ان هو ممكن يجي مع يعني يجي يتقدم بجدته وخاله وحد من عمامه يعني وكده، بس طبعا حتى الفكرة عندنا هنا في البيت هتبقى مرفوضة لان اهله مش معايا. ده احنا بنسميه بلح، عارفة بلح يعني؟ يعني اي كلام. انتي ممكن يكون باباك ومامتك مش راضيين، فهو يجيب ابوه وامه ويجوا يتقدموا لخالك ويتجوزوك من ورا ابوك وامك. لا طبعا، خلاص خلصت. عايز اقول لك ان كان في حد متقدم لي يعني وكده، وبابايا حلف عليا بالطلاق ان انتي الشخص ديت مش هتاخديه، يعني خلاص انسيه ومش هتاخديه، ومع ذلك انا برضه لسه مكمله معاه ولسه موجوده معاه. خلاص واضحه يا بنت الناس، واضحه. بصي هقول لك حاجه، خلينا نحسب الامور كده بالعقل. شاب عرف بنت عندها 10 سنين، كبرت قدامه، دخلت طولت منه يعني، يعني واحد بيحب واحده بقى بتطول منه وبتكبر منه وكده لحد ما ايه شافها في الفاينل. 10 سنين معاها ومش قادر يقنع اهله ان هو بيحبها وعايز يتجوزها. 10 سنين معاكي ومش قادر ياخد موقف مع ابوه وامه ويطلع مسؤول عن نفسه وعن حياته. ايه اللي انت متوقعه؟ يتجوزك؟ لا مش هيتجوزك، مش هيعرف. عايز اقول لك حاجه، ولو ابوه وامه وافقوا علشان يريحوه هيقرفوكي قرف التنين، لا قرف لا ليه اول ولا اخر. يبقى ندي لنفسنا فرصه ونقول تعالى بقى. هندي لنفسنا فرصه شهر اتنين تلاتة، ما عرفناش ناخد فيه قرار يبقى لازم ناخد وكلنا واقفة مع بعض، لان انا عندي عرسان بتتقدم واهلي عاملين لي مشاكل وانا بنت الناس برضه، انا مش جاي من الشارع يعني. وخلي بالك العشر سنين انت عشتيهم من طفولتك لحد ما تتم 23 سنة دول هيأثروا عليكي وحش قوي في اختياراتك، هيأثروا عليكي وحش قوي حتى في خطوبتك في جوازك، لانك هتقعدي تقارني حاجات بحاجات، وده اللي بنقوله ما تخشوش في علاقات من سن صغير قوي عشان ما نرجعش نندم ونقول احنا غلطنا وده اثر علينا تاثير سلبي.